المفروض اي ممثل لما بيتعامل مع مخرج لازم يكونوا فاهموا، يعني ده فاهم المخرج والمخرج فاهمه طبعا. تمام. انما يعني شريف عرفة كنت رفضت له فيلم قبل كده. رفضت له فيلم؟ رفضت له فيلم. وبعدين وحتى لما جه السيناريو قلت للمنتج، قلت له المنتج صديق يعني، قلت له انا مش هعمل الدور ده، مش هعمل السيناريو ده، وانت كمان ما تعملش الفيلم ده عشان هيخسرك. والفيلم ده ما لقاش نجاح يعني الحقيقه. كانت توقعاتي بالنسبه له مظبوطه. فمره شفت الفيلم ده فيديو كان اخراج الاستاذ شريف عرفة، فاتفرجت عليه لقيت حاجه مختلفه وريتم مختلف، شغل اخراج غير اللي قريته على الورق، شغل يعني جميل جدا وعامل ريتم الموضوع. فحسيت بموهبته الحقيقه يعني، اقتنعت جدا بيها. لما جه رشح ليا عشان خاطر نعمل اللعب مع الكبار، فوحيد حامد قال لي في مخرج جديد، انا حسيت ان هو هيقول لي شريف عرفة يعمل الفيلم ده. قلت له مين؟ قال لي شريف عرفة. قلت له موافق. بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه.